مرحبا فيكم في التطبيق العملي للسبورت فيكتور ريجريسور. طبعا كالعادة راح نستدعي أهم مكتبات موجودة عندنا، واللي هي إمبورت نوم باي أز أم بي إمبورت بانداز أز بي دي وإمبورت مات بلوت لب توت باي بلوت أز بي ال تي. There is something wrong. Yeah. Blot here. تمام. هلا بعد ما احنا استدعينا اهم المكتبات اللي احنا عارفينها، بدنا نبلش نجهز في الداتا سيت ونستدعيها. والداتا سيت بتاعتي هي عبارة عن، طبعا هقرأها من خلال بي دي، وبي دي مثل ما حكينا هي بانداز اللي بتتعامل او بتعمل مانجمنت على الداتا سيت بكل انواعها. فهنعمل ريد سي اس في لجزئية الداتا سيت، واللي هي ملفنا وقلنا في نفس الكود حيكون او في نفس الباث الخاص بالكود. يعني مكان ما انا بحط ملف الكود لازم احط ملف الداتا سيت. فاسم الداتا سيت بتاعتي كانت position salaries salaries dot csv. طبعا dot csv تمام. لو بدي استدعيها نفسها هي داتا سيت اللي احنا اشتغلنا، سوري، هي داتا سيت اللي احنا اشتغلنا فيها. تمام. هلا طبعا مثل ما حكينا اسم الداتا ما راح نقسم الداتا لانها كثير قليله، حنستخدمها كلها، نستثمرها كلها في التريننج واستخراج الكورليشن. وانما اللي راح استخدمه او اللي راح اعمله هي عباره عن قسم للاكس والواي. فراح اقول له اكس بتساوي الداتا سيت بتاعتي داتا سيت دوت اي لوك، هاخدها من هاخد فيها كل الاسطر. تمام. وبعد كده بدك تاخد لي الاندكس الاول. وحتاخد الاندكس الثاني، هذا مشان هو يجيب لي اياها كماتريكس ما يجيب لي اياها كقيمة واحدة. دوت values طبعا بدي القيم هي اللي تجيب لي، يعني ما بدي اشي تاني. بعد كده نفسها بس بدي منها، بس بدي اياك تجيب لي اياها على الواي مع تغيير الاندكس اللي بدك تجيبه. فانا بقول له هون واي، والاندكس اللي انت هتتوقعه لي اياه اللي هو كان 2 اللي هو السالري. تمام. كده صارت عندي جاهزة اكس وواي كفصل او كجزئية تجهيز الداتا. هلا بدنا نبلش نبني بالموديل. طبعا السبورت فيكتور ريجريسور موجود مثل ومثل اي موديل احنا بنجهزه، موجود داخل لايبراري بتكون خاصه به، فهو بينتمي للاسكلرن اس بي ام سبورت فيكتور ماشين. مثل ما احنا حكينا بنقول له فروم اسكلرن دوت اس في ام سبورت فيكتور machine. ممكن اخذها small، سوري، as vm. اوكي. import بدك تستدعي لي مين؟ ال support vector regressor. فانا محتاجه هون support vector regressor. تمام، استدعى لي اياها. هلا حستخدم هذا الكلاس بحيث انه انا ابني الاوبجكت تبعي. تمام. والكلاس او الاوبجكت تبعي اللي حسميه هو عباره عن regressor. طبعا هذا السبورت فيكتور ريجريسور طبعا مثل ما احنا حكينا بياخد كيرنل. انا هاخد الباي ديفولت كيرنل كباراميتر. تمام. هاخد الباي ديفولت كيرنل صحيح كده. الباي ديفولت كيرنل هو عبارة عن ار بي اف، هاخده
اوكي، وبعد ما اخده بدي اخليه يعمل فيتنج برضو، اللي هو الريجريسور هذا اللي انا بنيته بدي اخده هو واخليه يعمل فيتنج دوت فيت على برضو قيم اكس وواي، كل قيم اكس وواي. ممتاز. هلا الليرنينج هذا بتعلق في الجاما تشينج اوتو سكيل، اوكي اتس فيرجن ريليتد. اوكي هيك احنا بنينا الموديل واشتغلنا، خلينا نبني بريدكتنج لهذا الموديل ونشوف شو ممكن يطلع معانا ونرسم الرسمه. فهلا بدي اقول له انت هذا البريد او هذا الريجريسور بدي استخدمك لحتى تبني لي توقع على قيمه 6.5 اللي احنا كنا بنحكي من فيها. فبنقول له دوت بريدكت 6.5، اكيد حناخد موضوع بنشوف هل ايتن احنا بلش بتترنج، بقول له واي ابريد تمام، خلينا نحطها في تمام. بدي اقول له هل ايت انت عمل لي بريدكت، خلينا نستطلع على القيمه هاي المفروض طلع لي اياها. نقول تمام، هو طلع لي هاي القيمه اللي هي عباره 130,000. هلا خليني اشوف الرسمه، ارسم الرسمه الخاصه فيها او اعمل فيجواليزيشن على هذا على هاي الجزئيه. فاكيد حستخدم البلوت دوت سكاتر، هقول له بدك تاخذ الاكس بدك تاخذ الواي بدك تدي له كلر بيساوي ريد، خليه ريد يكون غير اسمه بدكم. بعد كده بدي اقول له البلوت هذا بدك تاخذ له البلوت حتى تبني يبني له التوقع، بدك تاخذ اكس وهي جزئية البريدكت هاي تمام. فبدنا نخليها على موضوع ال فالبريدكت بدي يكون موضوع الاكس، وبعد كده بدك تاخد الكولر بيساوي بلو تمام. بعد كده البلوت هذا بدي ادي تايتل دوت تايتل سميه مثلا SVR، وكمان في عنا دوت اكس ليبل، في الاكس ليبل بدي احط له اسمي اللي هي جزئية الليفلز ليفل، وفي كمان جزئية الواي سوري ليبل بدي هو بدي ياخد موضوع السالري تمام. بعد كده البلوت دوت شو، هلا انا جهزت هذا السكتر او هذا البلوت لحتى انه احنا نشوف التوقع المبني على موضوع او على جزئيه الاس في ار ريجريسور تمام. في شغله غلط اللي موضوع تايتل، انا حطها دبل تي اوكي تمام. هلا النتيجة اللي بتطلع انه كتير باد كتير سيئة، اداني خط مستقيم وعلى نفس الخط ولكن داتا ست ملهاش علاقة في الموضوع خالص. هلا الجزئية اللي حصلت هون او الاشي اللي كان سببه هون انه انا اشتغلت على موضوع انه ما في وما اخذت بالاعتبار جزئيه الفيتشر سيلينج، لانه الفيتشر سيلينج مشموله كانت في عده او في مجموعه من الاكواد السابقه او الكلاسز السابقه، لكن هون الفيتشر سكيلينج مو مشموله، بالتالي حناخدها بعين الاعتبار. فخلينا نرجع نعمل فيتشر سكيلينج لهي الداتا او لهي الجزئيه، وبعد كده نشوف شو ممكن يحصل معانا او شو النتيجه اللي ممكن تطلع معنا. فخلينا نبلش نعمل السكيلر او الفيتشر سكيلينج اللي هو بعد الاكس واي على طول، نروح هون هاي الاكس واي هون نضيف كمان سيل ونقول للسيل هاي بدي انا ابلش اعمل بري بروسيسنج من خلال ستاندرد سكيلر، فاقول له from ascii learn
بدك تاخد البري بروسيسنج. سوري تمام، بدك تاخد امبورت على جزئية الستاندرد تان ستاندرد سكيلر. في عنا هنا 2a تمام. وبعد ما انا استدعي ستاندرد سكيلر بدي اياك طبق لي هاي الستاندرد سكيلر، تاخدها مرة على الاكس ومرة على الواي. فانا بدي اخد هذا الكلاس واحطه هون تمام، واقول له مرة بدك تنفذه هون على او سوري على ناخد مثلا سي اكس تساوي تمام مثل منا تماما بس على جزئية الواي. فانا بدي ياخد مين جزئية الواي. حلو. هلا بعد كده ما اعمل لها ستاندرد سكيلر اكيد هحتاج اعمل فيت ترانسفورم. فانا بدي اقول له بدك تاخد جزئية الاكس او الاوبجكت اللي انت جهزته من ستاندرد سكيلر الاول اللي هو الخاص بالاكس وتعمل له دوت فيت ترانسفورم فيت وترانسفورم، يعني طبق عليه الستاندرد سكيلر وبعد كده اعمل له ريبليسنج وين في المكان اللي انا بدي اجهزه هالايتا اللي هو عبارة عن فورم لمين؟ لجزئية x. وبعد ما انت تعمل له fit وترانسفورم رجع لي اياه وين؟ في x. نفس الشيء بس على y، تخليه يعمل fit transform كده بس على y، ترجع لي y هنا ونطبقه. اوكي هيك عملنا ستاندرد سكيلر على موضوع الاكس. خلينا نشوف شو النتيجه اللي ممكن تطلع. واو اوكي هلا اول شيء رح نحكي عنه هو الاوت لايرز، النقطه الحمراء. بنلاحظ انه الموديل اصلا ولا ديري فيها، ما عمل لها فيتنج اصلا. اللي بدي اخذه بالاعتبار هلا وانا ببني التوقع انه لازم اخذ بالاعتبار انه انا في عندي ترانسفورم انا اشتغلته فوق تالي. وانا بعمل البريدكت بدي اخذ هذا الترانسفورم بعين الاعتبار تالي. هون لما بدي ابني التوقع بدي ابني هذا التوقع بناء عليه، ولما ابني بدي اخذ الجزئيه هذه بعين الاعتبار. فانا هعمل لجزئيه الترانسفورم عكس عن طريق حاجه اسمها الانفرس ترانسفورم. فانا مثلا اخذت في البريدكت او بنيت البريدكت على جزئيه الستاندرد سكيلر ترانسفورم اري، طبعا لازم اخذها بالاعتبار هون وبالرسمه. بالتالي هون رح ارجع اخذ اللي هي الجزئيه هاي تمام وادخلها هون في البريدكت، حابني البريدكت عليها. استخدمت الريجريسور نفسه دوت بريدكت للستاندرد سكيلر اكس دوت ترانسفورم دوت ترانسفورم دوت فيت ترانسفورم. فانا ما هعمل فيتنج كمان مره، انا بدي اعمل بس ترانسفورم. فهاخذ الترانسفورم اوكي، بدي الترانسفورم هذا ياخذ قيمه مين؟ ياخذ قيمه ال 6.5. ف 6.5 انا مشان اخذها بدي اخذها كمين؟ كاري، مو كقيمه كفيكتور. بدي اياه يشوفها كاري، كاري يعني ماتريكس فيها قيمه واحده اللي هي 6.5. خذها كاري وقارنها مع الاري اللي عندك لانه هو اوريدي عنده اري. فانا هون ايش هقول له؟ بقول له هون اكس هادي ام بي عشان ادعم الاري عن طريق الام بي، انا بجهز لك اري تمام. والاري هادي بدي تحط لي فيها ال 6
بوينت نص. تمام، بعد ما تاخذها كاري وتعمل لها ترانسفورم في الاكس في الستاندرد سكيلر، بدك تاخذها وتعمل عليها انفرس مشان تتوقعها وين في الواي بريدكت. فانت هون قبل الريجريسور هذا بدك تعمل اللي هي جزئية الاس او اللي هي الواي، شو بدها تصير في واي دوت انفرس، او ممكن احنا ما نحتاج الانفرس هون فخليها واي مثل ما هي، خلينا نشوف شو اللي تطلع معنا. مثل ما احنا شايفين تغير شغل او اداء الموديل السبورت فيكتور ريجريشن بناء على الستاندرد سكيلر اللي احنا ضفناها. عملنا ستاندرد سكيلر على اكس وعلى واي، وعملنا بعد كده فيتنج. اكيد ما نسينا ان احنا نعمل ريشيبنج، لانه موضوع الريشيبنج عملنا بروبلم من شوي، بالتالي احنا حليناها من خلال انه احنا نضيف الريشيبنج عليها. لقينا انه التوقع نوعا ما تحسن، بحيث انه صار بصرف نظر انه موجود يعني اوريدي ما زالت الاوتلايرز موجوده، وصار توزيع او شكل البريدكشن قريب من توزيع الداتا. فلو جينا مثلا للليفل مثل ما احنا شايفين صار في عندنا ستاندرد سكيلر حتى على الليفل، بالتالي لو توقعنا مثلا هون قلنا مثلا 6.5، هنا 5 6، 6.5 كده نقدر نتوقع شيء منطقي. هلا لو ضفنا الجريد وشفنا شغل الجريد، لقينا انه موضوع الجريد اصبح مثل ما حكينا ضاف نوع من السموثلي، او شوف اذا انتم بتلاحظوا كيف هون بينزل بينحدر الخط وكيف هون بينحدر، فنوعا ما الاشي فيه زي السموثلي في الاداء. فبالتالي هذا اللي بتعمله الجريد هو بصير الطبقات او الطريقة اللي بيطلع فيها طريقة 1/10 1/10 شوي شوي. فهذا الجزء اللي احنا اشتغلناه في موضوع بيلدينج هذا الموديل في بايثون. مثل ما احنا شفنا كيف اداؤه لهذا الموديل وكيف كان مناسب مع توزيع الداتا، في الفيديو الجاي او في السكشن الثانية كمان رح نحكي كمان على ريجريشن تاني متعلق بموضوع او مشاكل الريجريشن. تعرفنا في هذا الفيديو على Support Vector Regression واللي استخدمنا فيه الـ Standard Scale as a Feature Scaling، لأن موضوع الـ Feature Scaling ما بتشتغله أو ما بتأدي الـ Support Vector Regression لحالها، لابد أن أعمله. باقي الـ Regression كنا بنلاحظ أنه هو already بيعمله لحاله الـ Scaler، بالتالي هون أنا عملت Scaler نفسي من خلال الـ Standard Scaler Classes وقدرت أحسن في أداء الموديل وأصبح قريب، وحسنت أكتر في الموديل من خلال استخدامي للجريد لحتى يصبح عندي سلوك الموديل مناسب وسهل وسلس بعلاقته مع الداتا.